بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل النهاردة عن السعادة. السعادة يا ترى إيه أكتر حاجة تجيب السعادة؟ طبعا دي كلمة اتقال فيها بقى كلام كتير، والفلاسفة تكلموا والناس اتكلمت، إيه أكتر حاجة تجيب لك السعادة؟ وأكيد مش حاجة واحدة، حاجات كتير وكتير وكتير ممكن تجيب السعادة. لكن الحقيقة قناة البي بي سي في بريطانيا عملت سيرفي من حوالي 7-8 سنين حوالين السعادة، هل أنتم سعداء؟ فكانت المفاجأة أن ناس كتير قالت لا إحنا مش سعداء. بدأت يكملوا السيرفي ويقولوا لهم طيب السعادة في إيه؟ يا ترى السعادة في الفلوس؟ يا ترى السعادة في النجاح؟ يا ترى السعادة في تكبير الدماغ؟ يا ترى السعادة في إيه؟ وبدأوا يدوروا إيه أكتر حاجة الناس بتتفق عليها؟ يعني أكتر حاجة الناس بتتفق، لأن كل واحد طبعا هيقول السعادة بطريقة مختلفة، مفيش تعريف واحد للسعادة، لكن إيه أكتر حاجة الناس أجمعت إن هي دي احتياجاتهم في السعادة؟ فكانت المفاجأة. إيه رأيكم وأنا بسألكم بقى وإنت كده بتسمعني الآن، تفتكر إيه أكتر حاجة تجيب السعادة؟ عارفين طلع إيه أكتر حاجة الناس اختارتها؟ الأسرة، لمة العيلة، أنا وأبويا وأمي وإخواتي. ياه، صحيح الغرب مفتقد للحكاية دي وعشان كده تمنوها، لكن احنا كمان عايزين نحافظ عليها. يا شباب ويا بنات، اكتر حاجة تسعدك في الدنيا صدقني لمة العيلة. اوعى تفقدها، اوعى تستهون بقعدة ابوك وامك. اجمل ما يعطيك ربنا في الدنيا ان العيلة ربنا يجمع شملها ويكونوا مع بعضهم. هحكي لكم حاجة عجيبة بمناسبة الموضوع ده. في تسجيل نادر للفنان عمر الشريف قبل ما يموت، والتسجيل ده أنا ما شفتوش في مصر، ما شفتوش على تلفزيون مصري، إنما شفته كانوا مسجلهوله في الغرب. فبيسألوه إيه أكتر حاجة بتعاني منها بعيد عن بلدك؟ تخيل رد قال إيه؟ قال إن أنا بروح البيت ألاقي نفسي لوحدي، إن أنا معيش ولادي، معيش مراتي، إن أنا عايش وحيد. فالمذيع رد عليه قال له رغم كل الشهرة اللي انت فيها، ده انت طول ما انت ماشي في الشارع الناس بتشاور عليك عمر الشريف عمر الشريف في اي مكان في العالم، ما يكفكش ده؟ قال له لا ما يكفنيش. قال له ليه؟ قال له ايه قيمة ان واحد استرالي يشاور عليا ويقول عمر الشريف؟ ايه قيمة ان واحد ياباني يشاور عليا ويقول عمر الشريف وارجع بيتي وحيد، ما لقيش ولادي جنبي بيقولوا لي بابا؟ ايه قيمة اسمي من الناس بدون كلمة ابويا، بدون كلمة لمة العيلة؟ انا اكتر حاجة تتعبني الوحدة. احيانا الشباب بيبقى متخيل ان الصحاب يغنوا عن حضن العيلة، احيانا الاباء بيبقوا متخيلين ان بلاش ان انا احط على نفسي مسؤوليات الولاد ومراتي ولمة العيلة، خليني اقعد على القهوة مع اصحابي. لمة العيلة هي السعادة. جمع ولادك، اقعد مع ابوك وامك، اتجمعوا على اكل، اضحكوا، لعبوا، بس اتجمعوا. بسمة امل لكل عيلة تدي لولادها حضن وحنان، جمعت بيت بيتجمع فيه العيلة كلهم. بسمة امل لعيلة حنينة وقريبة من بعضها. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.